منذ تشكيلها في العاشر من تموز للعام 2019 ولغاية اللحظة واجهت الحكومة التاسعة لإقليم كردستان تحديات لم يسبق لأي حكومة في الإقليم أن واجهتها وفي الذكرى الرابعة لتشكيل تاسع حكومة في الإقليم برزت شخصية مسرور برزاني ذات الإرادة القوية لتكون دعامة رئيسية لمواجهة كافة العراقيل وتجاوزها حتى بات الاقليم مثالا للتقدم والتنميه على مستوى المنطقه اضافه الى تحوله الى واحه للتعايش السلمي من خلال احتضانه الكثير من القوميات والطوائف والمذاهب الى جانب سكانه الاصليين من الكرد